رئيس الوزراء يناقش خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران. وزير القوى العاملة يعلن استكمال صرف 163 مليون جنيه ل 153 ألفا من العاملين في 1380 منشأة. ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إزالة الإشغالات والمخالفات بالسيدة زينب. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني، وذلك لمناقشة خطط استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران. وسلط وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر والقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء، وأخيرا مطروح والساحل الشمالي. كما عرض وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة لاستئناف حركة الطيران، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا، ويتم حاليا تشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية. وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بعرض خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد. أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، التي تصل إلى أكثر من 163 مليون جنيها لنحو 153,898 عاملا يعملون في أكثر من 1380 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من فيروس كورونا المستجد. تفقد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال منطقة المذبح بحي السيدة زينب لمتابعة إزالة سوق السقط وكافة الإشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع المحيطة بمستشفى 57-357. ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى. كما أكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفى من رصف وإنارة وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان وتكليف شركة المقاولين العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.